هذا الرجل كان يصلي على الطريق، فهجم عليه 15 أسداً، فحدثت المفاجأة، لن تصدق ردة فعله، سبحان الله. ولكن قبل مشاهدة الفيديو، لا تنسى دعمنا بزر لايك واشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد، ولا تنسى تفعيل الجرس لكي تصلك فيديوهاتنا أولاً بأول. الصلاة في الإسلام هي الركن الثاني من أركانه. وفي الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيله. وسنروي لكم اليوم قصة عجيبة، بل قصة عجيبة جداً. كان هناك رجل سعودي يعمل في إحدى الدول الإفريقية، وكان يشهد له كل من يعملون معه بالصلاح والتقوى، وكانوا يحبونه جداً على الرغم من أن معظمهم ليسوا مسلمين، بل مسيحيين ويهود وملحدين. وكان هذا الرجل التقي يحدثهم عن الإسلام وعن معجزات رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فسأله أحد الملحدين: هل صلاة الفجر عندكم تحميكم طوال اليوم كما زعم نبيكم محمد؟ تبسم الرجل السعودي وقال له: صلاة الفجر تجعل المسلم بحماية الله ورعايته، فقد روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فتعجب الملحد من ثبات الرجل السعودي، فبدأ هذا الملحد بالبحث في القرآن الكريم والأحاديث النبوية المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وبعد ذلك ذهب إلى زوجته وقال لها: عجبا على المسلمين. قالت له: لماذا تقول هذا؟ قال لها: معي رجل سعودي مسلم في العمل، قال لي أن صلاة الفجر عند المسلمين تحمي الإنسان طوال اليوم من المخاطر. قالت له زوجته: لا تصدق، هذا هراء. وفي صباح اليوم التالي ذهب الملحد والرجل السعودي إلى العمل، فقال الأخير لليهودي: السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. قال له اليهودي: صباح الخير يا سعودي، هل ما زلت تعتقد أن صلاة الفجر تحميكم من المخاطر والأضرار طوال اليوم؟ قال له: نعم. فضحك اليهودي في استهزاء شديد. وبعد ذلك دخل عليهم المدير وقال لهم: جهزوا أنفسكم، تم نقلكم إلى الفرع الثاني من الشركة في محافظة أخرى، فحيلوا أن تجمعوا أغراضكم لكي تنتقلوا في صباح اليوم التالي. فاتصل الرجل السعودي على الملحد وعلى زملائه وقال لهم: سوف نسافر باكرا إلى مقر العمل الجديد في تمام الساعة الثالثة ليلا لكي نرتب أغراضنا. فقاموا بتجهيز أغراضهم ليلا ووضعوها في سياراتهم، وكانت هذه الأغراض عبارة عن أوراق للعمل وملابس اليونيفورم المخصصة للعمل، وبعد ذلك ناموا. فاتصل بهم المسلم في حدود الساعة الثانية ليلا وقال لهم: تجهزوا لكي ننطلق مع الساعة الثالثة ليلا لكي نلحق أن نصل باكرا ولا نتأخر. وبعد ذلك ركب كل واحد منهم سيارته وبدأوا يجتمعون في مكان واحد. فنزل السعودي من سيارته وقال لهم: هل نسيتم شيئا ما؟ نزل الجميع من سيارته وبدأ يبحث، فوجدوا أن كل شيء على ما يرام. فقالوا له: تمام، كل شيء على ما يرام. فقال السعودي: فلنتوكل على الله. وأثناء سيرهم في الطريق، وكانوا سبعة كل واحد منهم يقود سيارته، وفجأة سمع السعودي صوت آذان الفجر فأوقف سيارته. فتفاجأ الجميع وأوقفوا سياراتهم وقالوا له: لماذا توقفت يا رجل؟ قال لهم: حان موعد صلاة الفجر،
وأريد أن أصلي. قالوا له: هل أنت مجنون يا رجل؟ أتريد أن تصلي في هذا المكان وأنت تعلم أنه مليء بالأسود؟ أتريد أن تقتلنا يا رجل؟ قال لهم في هدوء: أنتم اذهبوا وأنا سأصلي وسألحق بكم. فقالوا له: سنقعد في سياراتنا وأنت صلي، وعندما تنتهي نتحرك سويا. فتعجب الملحد من تصرفات الرجل، وبدأ الرجل المسلم بالتيمم بالتراب، وبعد ذلك قام بصلاة السنة التي هي ركعتين. أتعلمون يا أصدقائي فضل ركعتي السنة؟ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وبعدما انتهى السعودي من ركعتي السنة بدأ في صلاة الفجر التي هي أيضا ركعتين، وبدأ يكبر تكبيرة الإحرام، فبدأت زمرة من الأسود تجتمع حوله ويبدو عليها الجوع الشديد، وبدأ الرعب يدب في قلوب زملائه على الرغم من أنهم جالسين في سياراتهم وأزرار السيارات مغلقة عليهم. وكان السعودي يصلي في خشوع ولا يهاب الموت، فهو يعلم أنه لو مات على هذه الحالة فهي خير موتة له، وهو يصلي: يا الله. وهو ساجد دعا الله تعالى في ثبات وقال: اللهم احميني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. وقال أيضا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فسبحان الله، بدأت الأسود تهدأ وبدأت تنام حوله، حتى كان من بينهم أسد هائج بدأ يجلس وكأنه يسجد، والملحد يشاهد الموقف في ذهول. وبعد ذلك بدأ يصلي المسلم الركعة الثانية، وهو يصلي في خشوع تام وكأنه لا يرى الأسود أبدا. وبعدما انتهى من صلاته فرت الأسود من جانبه، جرت بعيدة وكأن الأسود مرعوبة منه. أتعلمون يا أصدقائي لماذا؟ لأنه في رعاية الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فنزل اليهودي من سيارته وقال له: أنا أيقنت بالفعل أن كلامك صحيح وأن صلاة الفجر تحمي المسلم طوال اليوم، وأريد أن أدخل الإسلام الآن. فقال له المسلم: إذا أردت أن تدخل الإسلام فقل ورائي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فنطق الشهادتين، وكل الذين كانوا معه نطقوا الشهادتين، فأسلموا جميعا. وقال الملحد: أنا لن أتحرك من هنا حتى أصلي الفجر. وبالفعل قال السعودي: سنصلي الفجر جماعة. ثم صلوا جميعا صلاة الفجر. فيا سبحان الله، رجل سعودي بأسلوبه الراقي وثباته على إسلامه قهر بثباته هذا 15 أسدا، وأقنع 7 من أعداء الإسلام أن يدخلوا الإسلام ويدافعون عنه. فسبحان الله. إذا أتممت هذا الفيديو فصلي على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى دعمنا بزر لايك، فهذا يشجعنا كثيرا. شكرا لكم وفي أمان الله.